عاشوري. <applause> انعدام الحلول والتصورات وغياب الرؤية في المجال المالي والاقتصادي اصبح اليوم نوع من انواع الشجاعة السياسية هذا اللي يحبوا يقنعون به مسندي ومطبلي رئيس الجمهورية على خاطر قال لا لاملاءات صندوق النقد الدولي بالنسبة لهم حاجة باهية انه جورجيا ميلوني جيل تونس مرتين في نفس الاسبوع على خاطر زعمة زعمة عرفنا نطوعوا الطليان لخدمة المصالح التونسية وبطبيعة في هذا الكل يلزمنا نفهمه اللي رئيس الجمهورية قاعد يحمي فينا من وحشية الامبريالية وهو همه الوحيد في الدفاع عن الفئات الفقيرة والمهمشة وفي الحفاظ بطبيعة على السلم الاجتماعي بربي لهنا ماذا بينا نتساءل على حاجة انه بربي السلم الاجتماعي اللي تحبوا تحافظوا عليه ياخي تعتبروا اللي احنا نعيشه في مجتمع متوازن يعمل الكيف ويعيش في اطار السلم والحب والتأخي ما وصلكمش حديث العنف المتغلغل في المجتمع التونسي، أحداث القتل الشنيعة والتنكيل والسرقة والعنف ضد المرأة والطفل شيء ما وصلوش، ما سمعتوش بالمعلم اللي يعتدى جنسيا على 16 تلميذ في سفاقس والمجتمع المدني يحذر من طمس القضية، هذا هو المناخ متاع السلم الاجتماعي اللي تحبوا تحافظوا عليه ولا تحبوا تحافظوا على السلطة وعلى مواقع النفوذ والباقي ما يهمش. راو كيف انت كتونس باش تتعزز بالطريقه هذه وبدون توفير حلول بديله جديه للقرض نتاع الاف ام راو باش تخلط الوضع ما عادش تنجم تجيب الوقود والدواء والحبوب وكل ما هو مورد زعما هذا كان يصير من شانه يمس السلم الاجتماعي ولا لا وكيف باش يصير باش تخرجوا لنا مره اخرى الديسك المشقوق نتاع المحتكرين واللوبيات والمعارضين السياسيين في جميع الحالات فما مشكل كبير نتاع كفاءة ونتاع عدم جدية في إدارة المسائل المالية في الدولة التونسية، خاصة وقت اللي المدافع الشرس على الفئات الهشة والمفقرة هو نفسه ختم قانون المالية 2023 اللي رفع 26% من الدعم بصفة آلية. لو <applause>